السلام عليكم متشبع الكرام ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي مهم ديال بصح النجم ديال المغربي حكيم زياش واخر تطورات ديال الصفقه ديالو انتقال لميلان. بحيث حسب الصحف العالميه بالضبط صحيفه سكاي سبورت ايطاليا اكدت ان اي سي ميلان يواصل مفاوضاته مع اداره نادي تشيلسي بخصوص اثنين من لاعبيه هما حكيم زياش واوليفير جيرو اللاعب الفرنسي اللي كيلعب حاليا في اليورو، حيث يرغب في ضمهما الى صفوفه اضافه الى لاعب ثالث لم يذكر اسمه بعد. واضافت سكاي سبورت ان اللومباردي او نادي ميلان ما زال في حاجه الى فتره تتراوح بين 15 يوما و 20 يوما ليحسم مفاوضاته بخصوص هؤلاء اللاعبين حكيم زياش وجيرو، حيث منهم من سيضمه الى صفوفه بشكل نهائي ومنهم من سيضمه على سبيل الاعاره فقط، مؤكده ان الفريق الايطالي مهتم باللاعبين الثلاثه وانه يرغب في حسم ملفاتهم دفعة واحدة. لذلك فإن المفاوضات تحتاج مزيدا من الوقت، وكان ميلان قد وافق على اقتراح تشيلسي بالحصول على زياش كلاعب معار، لكن الطرفان لم يتوصلا بعد الاتفاق فيما يتعلق بالجانب المالي. يعني الخوش تشيلسي حاليا قابلة العرض ديال الإعارة لكن بغى الفلوس كما كنقولوا، خصوصا القيمة السوقية السنوية اللي كتقداها حكيم زياش غالية، وبالتالي خاص تشيلسي تساعد ميلان باش يتعاقدوا معاه بصفة الإعارة أولا صفة ديال شراء البند اللي كتراوح القيمة ديال حكيم زياش حاليا ما بين 30 و 40 مليون يورو وغالبا 35 مليون يورو، بحيث قدم موسم حاليا مع تشيلسي وبالتالي نقص شوية الثمن ديالو. يعني من الاخر ميلان باغا جوج لاعبين من تشيلسي اللي هما حكيم زياش واوليفير جيرو، حطهم على رأس القائمة ديال التعاقدات الصيفية، وأيضا لاعب ثالث باقي ما ذكرش الاسم ديالو، وتقولوا بعض التقارير أن هناك باكايوكو تو يقدر يكون في الصفقة. لكن المشكل الوحيد حاليا بين اي سي ميلان وتشيلسي هو العقد المالي، بحيث تشيلسي باغا الفلوس باش يبيع حكيم زياش اولا صيفطو اعاره بشي ثمن اللي غالي، لكن ميلان باقا ما زعماش كما كنقولوا. هذا ما كان اخوت، تمنى عجبكم الخبر ديال اليوم، كان معكم اختكم رفاق الاخبار، تهلاو لي فراس.